اشكرك طبعا على التكريم الحلو ده جدا بصراحة، يعني حاجة مشرفة وشكرا ليكم جدا. تاني حاجة على بطولة افريقيا، احنا طبعا كل الماتشات كانت بالنسبة لنا مهمة جدا، واخدين البطولة ماتش بماتش. يعني هو حتى باستور كان بيعمل فيديوهات على كل الفرق، مش مهتم طبعا بفرقة معينة. بدأنا طبعا قبلها بدري لما عرفنا الطريق بتاعنا ان ممكن يبقى في السيمي فاينل تونس، بدأنا نحضر لها بدري شوية، بس في نفس الوقت ما نسيناش طبعا الفرق اللي احنا هنلعبها. نبدأ نحضر لكل ماتش لوحده، ماتشات المجموعات، نخلص ماتش خلاص خلصنا خطوة نخش على الخطوة اللي بعدها، لحد ما وصلنا للفاينل. احنا ما اديناش حاجة اكبر من حجمها، وخدنا فرقة اتفرجنا عليها وشفنا نقط قوتها ونقط ضعفها وعرفنا نلعب عليها ازاي. ودي طبعا ميزه كويسه جدا ان احنا فضلنا مركزين في كل البطوله مش في فرقه واحده. انا شايف ان الناس اتعاملت مع الموضوع ده كويس جدا، لحد الحمد لله يعني ما خدنا البطوله ولعبنا الفاينل الجزائر. طبعا كانت فرقه محترمه جدا وراجعه مستوى كويس، ما حدش كان يعني التوقعات ما حدش كان متوقع ان هي ممكن تبقى في الفاينل، بس لا هي عامله بطوله كويسه جدا واحنا احترمناها في الماتش الاخير. طبعا هم راجعين كويس جدا الفتره دي، واحنا احترمناها جدا بصراحه واديناهم حقهم ولعبنا معاهم جيم كويس جدا. بس ايه الماتش الاصعب كده؟ يعني اصعب ماتش انت في الملعب كده كنت حاسس ان هو رخم؟ لا يعني هو كل الماتشات عامه ما فيش حاجه اسمها رخمه وصعبه وستريس. هو كل الماتشات يعني طبعا السيمي فاينل وفاينل ستريس اكتر طبعا، لان انت خلاص انت داخل على خلاص البطوله وحلم الاولمبيات قدامنا. ف يعني الماتشات كلها كانت بالنسبه لنا قويه، مش يعني مش طبعا لعبنا يعني من بدايه المجموعات الموضوع كان ستيب باي ستيب كده لحد ما وصلنا طبعا للسيمي فاينل. الموضوع طبعا بدا يبقى صعب، بس مش الناس ما كانتش محملاها خالص، كل واحد كان مركز في دوره.